تعتمد غالبية السكان في الريف الشمالي على العمل الزراعي، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لكسب قوتهم اليومي بعد الغلاء الفاحش في الأسعار وانتشار البطالة عند معظم الشباب. فمنهم من يعتمد على الزراعة المروية لتوفر المياه لديه، والآخر يعتمد على الزراعة البعلية لصعوبة الحصول على المياه وتكلفة جلبها إلى أرضه الزراعية. صرنا نزرع هلا بندوره وقطه وبنجان وفليفله وبنجان وهي كلها، هي مشان نستثمرها لانه الخضروات كلها غاليه، وصارنا سنتين يعني اراضينا كلها عفناها محل ما زرعنا فيها شيء. هلا صرنا نزرع لانه كل شيء غالي وشغل للشباب ما في، يعني من ان واحد يجيب بدنا نحاول نزرع مشان ناكل ان شاء الله ونطعمي اللي حوالينا باذن الله. وفي الوقت الحالي تتوجه بعض الجمعيات الخيرية لسد العجز الذي يقع على عاتق المزارعين، وذلك بتأمين البذار والسماد والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تكاليف الري التي تعين المزارع على استمرار عمله. جمعية شفق الإغاثية تدعم المزارعين لزراعة محاصيل الكوسة والباذنجان والخيار والكوس والبندورة ل 1410 مزارعين، اي 141 هكتار. هذه تقدم الجمعيه تقدم البذار والاسمده والمبيدات وجزء من المحروقات ان شاء الله للمزارعين، حتى يتحول المزارع من الاستهلاك الى الانتاج ومن الاغاثه الى الاستفاده من الارض. خطوة جديدة تخطوها تلك الجمعيات الخيرية لإخراج المواطن من كارثة الإغاثة ودخوله إلى عالم الاستثمار والإنتاج، بهدف وصوله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والذي يؤدي بالنهاية إلى انخفاض أسعار معظم المواد. لقناة حلب اليوم، رضوان الحلبي.